انتم اخويا اللي طلقت شوفوا فيه الفاد الشمل كتكون تصب ديما واحد الشقوه تسعدنا هنا كيبدا يكب عليها اتجاه دوار حاج عبد السلام الفرج ديالها انتم كتشوفوا فيه كلشي مزوز ولا ديما خارجين وفيما كتكون الشتا حنا نفس العمليه بحال ديما نفس المشكل خاص تبقى فايق حضي ولادك هما ناعسين تبارك برا تشوف ولا طال الله القواس كلهم كيكبوا على الاتجاه كيقدر الماء يوصل حتى للمترو جوج متر على حسب واش لا طال تما كتشوف فيه اخويا هادشي اللي كاين ما ديما نزيد مع ديما نقص هذا انت من السكان تاع عد... من اول السكان دور حاجه بزاف انا اصلا الاصل ديالي هنا كبرت هنا هنا كلشي هنا الدار ديال الوالده هي حدايا اللي تيفا هو خارج كاع ما كاينش ولا طال الله هذا اخويا كيفاش الوضعيه تاع الدور واه كيعانيو بكل صراحه مسكت انتم كتشوفوا انتم الناس هجرات الديور ديالها نقولوا هاد الديور اللي هما ديال الصبيح هما ديجا كيعانيو وزادوا كيعانيو والحمد لله على هاد الامطار الخير نطلبوا الناس اللي هما مسؤولين ما كنقول السلطه كاينه حاضره بكل صراحه انا ماشي كنافق انا الاخ واحد حريه التعبير عندي حق نتكلم كيف بغيت انا الدستور تعطينا حق نتكلم ولكن نقول الصراحه السلطه كاينه الناس ديال اللي ديك هما الشوم معنا من نهار فاش وقعت الكارثه بكل صراحه وجا الماء فاض من طريق الرحمه عبر البستان ديالنا ديال الوحده اللي كي اللي هو كيتواجد فوق منه ملعب الوحده اللي هو الضر كنشرفوا عليه حنا كجمعيه اللي عندنا حنا في دفتر التحملات وعندنا يعني ديال الساكنه انه راه مشى خصو يتعاود وتنطلبوا من اللي ديك تعاون مع الناس هادشي اللي كاين والسلام عليكم ورحمه الله. حنا كنتواجدوا بتراب عمله مقاطعه الحي الحسني بحد الدواوير اللي ما عندهاش الشبكه ديال تصريف المياه الشتويه كسائر يعني معظم الدواوير على صعيد الجهه اللي كتواجد في المدار وخاصه في المناطق المداريه. ف قبل ما نتطرق يعني الوضع ديال هاد الدوار والوضع العام لابد من الاشاره لبعض المعطيات اللي مهمه واساسيه هو انه التساقطات اللي عرفت الدار البيضاء هي تساقطات خاصه وجات في واحد الوقت وجيز يعني قل من سيمانه من ثلاث ديال السيمانه اللي فاتت الى يومنا هذا وسجلات ما يفوق 220 ملم هذه الكميه الهائله يعني كتمثل 50% فوار 60% 60% الرقم صحيح 60% من التساقطات السنويه وهي كتمثل يعني واحد الشغ اللي كتجي على راس كل 50 سنه ففي هذا الاطار الشركه ديال ليداك خدات جميع الاجراءات وبلورات يعني البرنامج ديال تسيير الازمات وجندات جميع العمال والعاملات وجميع الاليات تم تسخير جميع الاليات من اجل الحد من الاثار ديال هاد التساقطات وكما لاحظتوا مع الساكنه فالحمد لله كاين تجاوب معهم كيتفاهموا الوضعيه وكيساهموا من اجل يعني حل هاد المساله هذه من خلال القيام باجراءات استباقيه وكذا والناس ديال ليداك راه كانوا في الموعد جميع العمال سهروا 24 ساعه على 24 ساعه منذ انطلاق هذه الحمله ديال الامطار واللي بغيت نضيف هو انه هذا العمل هو عمل تشاركي اللي عملناه مع جميع المتدخلين وعلى راسهم السلطات المحليه وبالمناسبه كنشكروا جميع كل من ساهم من قريب ام بعيد من اجل يعني تخفيف ديال الاثار وكان يعني نلتمسوا العذر من كل من يعني وقع له مشاكل ونشيدوا بجميع المجهودات اللي غتمكن يعني ان شاء الله الرحمن الرحيم الدار البيضاء تخرج من هذه الحاله الرهينه.